même temps des produits. Voilà, بنات ها هما من بعد سلام. اهلا وسهلا، كي دايرين حبيباتي الغزالات ديالي واحلى متتبعات. فيديو جديد نهار جديد. غير بان لكم كنهضر شي شويه، ما عنديش لي انرجي وجهي غير بان لكم عيان. هذه هي الغروسس، كل نهار ورزقو. سورتو وجهي حسيت به مؤخرا عيا بزاف، ما عرفتش علاش. البنات هنايا رجعوا لي الحبوب ديال لي زغمون. هذه هي لا غروسس. قولي لي البنات اللي حاملات حتى نتوما كيجيكم هكا واحد الوقيته اللي لابو ديالكم كتولي داغ، وحتى فقر الدم عنده واحد الدور اساسي وكبير في هاد الشحوبه اللي كيعطي الوجه. اي امراه حامله كتلقاها كتعاني من فقر الدم، بما انه البيبي كياكل منها كاع لي فيتامين ولي مينيرو، كياخذ منك كل شيء. داكشي علاش كينصحوا المراه الحامله انها تشرب الدواء ديال فقر الدم طيله الفتره ديال الحمله ديالها. انا صراحه نافعني داك الفيتامين، نوري لكم من بعد البنات. كنهضر لكم في هذه المواضيع حيت كيوصلوني بزاف ديال الاسئله، متبعيني بزاف ديال الغزالات حتى هما حاملات. الله يكمل عليكم بالخير، والغزالات اللي كيتمنوا الدريه الصالحه الله يرزقكم يا ربي. يا ربينا في كل فيديو غنبقى ندعي معكم ان شاء الله. قلت لكم داك بريغنان كير كيعطيني شي شويه ديال الجهد. غير هو المشكل انا فين اكتشفتو البنات، هو في الخزان ديال الحديد اللي لقيتو عندي طايح بزاف، ما تتخيلوش شحال لقيت فيه. صخفة العيا عرفتو، الله يسمحنا بالوالدين. صافي هذه فتره وكدوز، الله يجعلها يا ربي مغفره للذنوب. ونهار جديد فيديو جديد جيتو معكم من هنايا كالعاده. تنسونيش لي لايك ديالكم، انتم واخا صافي هي انا قلت ولا بد خاصني نصور لكم فيديو، ما فكاش درت معكم الكلمه خاصني نوفي بها. اليوم صراحه عندي مشارجي شي شويه، وعلاش اصلا صبحت عيانه اليوم حيت البارح راه صورت لكم جرى 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 جرى، كنت في التحضيرات ديال البيبي حويجاتو، كنمشي كنشوف هكا كنسقسي. راكم عارفين فاش كديري لا ليست هكا ديال الحويجات اللي خاصك وداكشي اللي خاص البيبي، كيخصك تدوري وتقلبي، ماشي مع تدخلي المغازان تشري. لا تعرفي هاد البلاصه في كي دايرين فيها اثمنه، هاد البلاصه كذلك وهذا كذا. قولوا لي واش حتى نتوما كديروا هكا. انا صراحه ما كنجيش وكنشري سواء من الاثمنه سواء من الاختيار، حيت عارفه اختكم عشاقه من لاله، غادي نشري الحاجه نمشي لمحل الاخر ونلقى احسن منها ونقول كون غير جيت قبل هنايا. داكشي علاش مابقاش كدير بيا انا دابا. ايوا دابا لقيتوني غادي نوض نشوف شنو غادي نلبس، حيت ما بقيت لاقيه من اللبس، ما عرفتش بقيت لاقيه من اللبس. سراولي كاع ما بقاوش هذوك، صافي هذوك فقد فيهم الامل. الناس المهم كاينين دوك السراول الماتيرنيتي، ولكن ما عرفتش انا ما شريتهمش صراحه. كنقول نعدي غير بسراولي، سورتو دابا وليت كنلبس واحد النوع ديال السراول نوريه لكم دابا، فيه بحال واحد لاستيك كنت خديتو من مودانيسا. المهم انه ما يكونش مزير وسهلا، ما يضر حتى ما لقيتو معروضين، غادي يمشي معاهم زياد بعدا فكاني فيه ماما الحمد لله. وميم طون يلعب صراحه مع ولد خالته، غادي يكون ولد خالته غيكونوا الدراري، حسن ليه هكا باش يفوج باش يرجع ان شاء الله للسيمانه القرايه. وهذا البنات اللي كانوا قالوا لي في انستغرام واش والديك ولاو عايشين في اكادير، لا البنات والديا مازالين عايشين في خنيفره، غير خداو هنايا دار في اكادير وكيجيو ليها مره ما كرهناش. عرفتوا راه عينا في ماما انا وخواتاتي تجلس معنا هنايا في اكادير، صافي كلنا مجموعين هنا. ولكن كتقول لينا عندها الحق، انا فهادي صافي عذرتها، كتقول لينا نتوما ماماكم حداكم كتبغيوها تكون حداكم، تبغيو تشوفوا هادي. ما حتى انا راني توحشت ميمتي وبغيت نشوفها على جداتي زعما. الله يطول لينا في عمرهم كاملين يا ربي، ويطول لكم في عمر والديكم. راه علاش كيكونوا قراب واخا انا ما كنشوفهاش ديما وهذا، مي كتقولي بعدا راهم قراب راهم حدايا الحمد لله. المهم شي مشكل اكادير صراحه ما كرهناهمش، يرحلوا ليها معروضه ليفينمون. غادي نمشي بعدا نشوف زمانيه اختي جاي اليوم من تيزنيت، حيت ما خلانيش انني نرجع سايقه في الروتور، قال لي ضروري خصني نجي نجيبك. المهم راه جاي نمشي نشوفه هو الاول. عاد ديك الساعات نمشي نتلاقى مع البنات وغادي نصور لكم شنو كاين. المهم بالنسبه للمكياج البنات غادي نلبس، نوريكم من بعد لاوتفيت اللي غادي نلبسها، ولكن بالنسبه للمكياج ما غاديش ندير شي حاجه حيت ما راتقاش ليا وجهي عيان اصلا. ندير غير اونتي سيغ الماسكارا، نقاد شي شويه حجباني. فاش كيكون شي ايفينمون بحال هكا ولا كيخصك تمشي شي شويه بريزونتي وهذا، خدمه مي هادي المراه الحامل، حتى واحد ما خاصو يقول لك علاش دايره بحال هكا ولا مالك دايره بحال هكا، حيت العيا والجسم كله كيتبدل الحمد لله. يلا خليكم معايا، لي لايك كالعاده، البارطاج ديالكم البنات اللي هو اللي غيخليني انني نستمر هكا معكم في اليوميات. ونتلاقاو من دابا شويه ملي نخرج ان شاء الله ونصور لكم كل شيء. وهنا كنا تلاقينا انا والبنات ومشينا لفونت بريفي في جميله سانتر.
كانت دايره واحد الفونت بريفي ديال المنتوجات الجداد اللي كانت خرجات، اللي منهم هاد لي بودي سكراب، ان شاء الله غادي نوريهم لكم النيت في هذا الفيديو. واحد المنظف للوجه وواحد الكريم مبيض للمناطق الحساسه. ونخليكم دابا مع شي شويه ديال النشاط الدقيقيه اللي توحشت شي عراسيات، كتبها لي في كومونتير. والله الا توحشنا العراسات توحشنا المناسبات. مرحبا على الراس والعين. عندك الفلوس عندك الفلوس صوري لينا ماشي مشكل ياك. ها هو البنات الكونتاكت ديالو، حتى نحط لكم لاباج ديالو في لاباغ دو. سي ايوب اللي عنده شي حفله، اللي عنده شي مناسبه، اللي عنده شي النشاط نشاط تشاط، اخلي لكم لاباج انستغرام ديالو هنايا البنات. ديروا ديروا كانوا عندنا في الاول وصلنا لهذا الشيء كامل.
ومدة طويلة يعني ما جيناش وخرجنا من وجد جداد حتى دازت واحد المدة طويلة كنا خدامين عليهم بزاف ديال الوقت باش نوصلوا للنتيجة اللي كنا عندنا دابا. يعني ما سالش انك تجي تخرج برودوي يا بنتي لي كون ايفيكاس بيان سور غادي ياخد الوقت بزاف فهاد الشهور كاملين كنا خدامين على هاد تبارك الله عليك كل الخدمة ديالك مزالين حتى هما. شكرا بزاف لي نوفوتي البنات راني صورتهم ليكم كاينين سيغ بلاص لو سيت وكنديرو لا ليفريزون بارتو حتى برا المغرب حتى برا المغرب. وهنايا البنات هبطت للسونتر لتحت باش نصوروا لكم كيفاش داير. تبارك الله السونتر ديالها كبير بزاف فيه بزاف ديال الالات متطوره وزوينين. بالنسبه للمنتوجات كما سمعتوا راها كيتباعوا سواء في السونتر ديالها ولا في الكابيني وحتى في لو سيت ديالها وكتبيع في المغرب وبرا المغرب والتوصيل راه كيوصلكم فين ما كنتو. هنا كاينه هاد لاصال هادي جو بونس ديال لازير كما شفتوا الالات ديال لازير ومجهزين صراحه. والنقاء اهم حاجه ان لو سونتر تبارك الله نقي نقيقي ان شاء الله عن قريب غنجي باش نجرب هكا الخدمات اللي كتقدم واكيد غادي نصور لكم اي حاجه ونعطيكم لو غوتور ديالي على لو سيرفيس وداكشي كامل. مي كما قلت لكم هي معروفه هنايا في اكادير معروفه تبارك الله بلو سونتر ديالها ولي تكنيك جداد اللي مدخله. هنايا صورت لكم لاصال ديال لازير وهنايا لاصال ديال لاسيغ جو بونس. مهم هبطنا هكا تبارك الله نقي مجهز ما عندي ما نقول. وهنايا لاصال ديال لي سوان عرفت فري كتدخل ليها كتحس بالراحه هذاك دوك لي ماشين ديال الادغو فاسيال ولا الادغا فاسيال ما عرفتش بالضبط ولكن كتخدم بدي برودوي واعرين يعني دي برودوي لي دو كاليتي. هادي ديال ادغا فاسيال ماشي ديال ادغا فاسيال وهادو هما لي برودوي اللي كتخدم بهم البنات بايوت و فيتو اوسيان. المهم رجعت البارح لداري الحمد لله وصلنا بخير وعلى خير وزمو انه المسيو جا باش يديني حيت بوحدي ما كنتش نقدر انني نمشي ونشد الطريق. عيت يومين دوزتها كل هجره والحمد لله. المهم وصلنا للدار بخير وعلى خير فقنا الصباح زياد مشى ليكول كالعاده انا مازال ما درت والو في الدار بما انه عيانه شي شويه غادي نخليه حتى لغدا ان شاء الله عاد الميزاجور ديال الدار وديال لا روتين حيت من الجمعة تقريبا وانا في اكادير. المهم بنات هنايا بغيت غير نوريكم لي برودوي اللي كنا حاضرين ليهم في لافونت بريفي. هادو سي دي برودوي جداد اللي خرجاتهم جيجي كوزميتيك ها هي لا مارك ديالها. عندها سونتر ديال تجميل في اكادير عندها جوج واحد في الحي المحمدي اللي كبير. غادي نخلي لكم لاباج انستغرام ديالها هنايا باش تدخلوا تشوفوا شنو كدير حيت بزاف ديال البنات اللي مشاو عندها وشكروها. ان شاء الله شي نهار ونمشي للسونتر ديالها ونضرب لكم دوره ونوريكم ان شاء الله شنو غادي ندير عندها وداكشي كامل. صراحة معروفة وسمعتها زوينة وبزاف ديال الناس كيشكروها سواء من اللي كانوا عندهم لي طاش ومشاو سواء فراغات ديال الشعر سواء لازير سواء لي سوان العاديين ديال لي سيتيك مثلا لي سوان دو فيزاج
بزاف بزاف ديال الحاجات كديرهم لي بروتيين. المهم فريمون الصالون اولا السونتر ديالها كامل مكمول، اي حاجه بغيتوها غتلقاوها تما. برودوي كوزميتيكس لي حتى هما شكروهم الناس، هادو دي نوفوتي يلاه خرجاتهم وعرضات علينا كونت بريفي ديالها. صراحه كان داكشي غزال نشاط، وحشنا شي عراسيه. طلعت انا والبنات صحاباتي الفوق، عرفتو شبعنا شطيح والله الا فواجنا. كانت جايبه الدقيقيه، كانت جايبه الدي جي، داكشي غزال غزال غزال. المهم نوريكم هنايا لي برودوي. خرجات 3 بودي سكراب اولا دي غوماج ديال الجسم، مقشر ديال الجسم، هذا بالحامض وهادو بالخزامه، راه بجوجهم بالخزامه. وخايبه لكم اللون مختلف، بلاتي ندير هادي هكا باش ما تديرش كما وريتكم. بلاتي الشميشه هانتو، راه بجوجهم بالخزامه غير اللون مختلف. كاين حتى ديال الفريز هانتوما. صراحه هذا ديال شي حمام غريب اللي تخدمي فيه الكيس والصابون البلدي ومن وراها تضربيها بشي قماش بحال هكا. غزالين الريحه ديالهم ولا لا تيكستور ديالهم، رائعين رائعين رائعين. المهم وكاين هذا ديال الحامض، وكاين حتى ديال الفريز حتى هو تقريبا راه عندهم نفس ليفيكاسيتي. كاين هذا البرودوي هذا اللي شكراتو لينا جميله بزاف، هذا كريم وايتنين اولا كريم مبيض للمناطق الحساسه، سواء المنطقه الحساسه سواء تحت الابطين. كاينين البنات اللي كيعانيو من اسوداد تحت الابطين، هذا غادي يصلح لكم. فيه اللاكتيك اسيد ياك، وفيه لاسيد غليكوليك. هاد اللاكتيك اسيد واسيد غليكوليك راهم معروفين في تقشير الجلد اللي كيكون متضرر وكيبيض في نفس الوقت. الاستخدام ديالو ساهل، كتخدميه بحال اي كريم في البلاصه اللي عندك فيها الاسوداد، وكيحيد مع الوقت. هذا طبيعي اصلا، لي برودوي ديالها كاملين طبيعيين مرخصين من وزاره الصحه. الثمن هادو غادي نرجعو نهضر لكم عليهم، وغادي نهضر لكم على هذا. هذا انا جربته البارح ملي وصلت، مازال غسلت به وجهي. شوفوا هذا نظاره سوغ بلاص، في البلاصه في البلاصه في البلاصه، كيعطيك واحد النظاره وكتحسي بلابو ديالك يا البنات منظفه من العمق. والله العظيم زعما ماشي كنكذب عليكم ولا شي حاجه، ولكن كاول ولكن ولكن كاول امبريسيون حمقني. ما غاديش نحكم عليه من دابا 100%، ولكن كاول امبريسيون عليه عطاني نظاره، حسيت بلابو ديالي كيضوي وكيبري، وحسيت بلي لابو ديالي منقيه من العمق. كما قلت لكم الصباح كنت حاسه بها هكا عيانه، خرجوا فيا لي بوطون ديال لي زورمون وبزاف ديال الحاجات. فهذا حمقني حمقني حمقني. هذا البنات قال لك كينظف البشره من العمق وكيوحد لون البشره، ومضاد للبقع الداكنه، يزيل الجلد الميت، يعطي نضره وملمس ناعم. وكذلك قالت لنا جميله انه كيقي البشره من الرؤوس السوداء. دونك غادي نزيد نجربو ان شاء الله، راني غسلت به البارح. هذا في جوج في واحد، منظف ومقشر في نفس الوقت. صافي هادو هما لي برودوي اللي كانوا البارح في لافونت بريفي ديال جميله. بنات يا بنات، بس ان بالك مشد في كلشي لتحت، اصلا ما كرهتش شي حد يبقى غير هزها ليا. ايوا قال لي راه جيتي كنهار وليتي كتمشي بحال البطريق. هانتي اختي انا وليت كنتمشي بحال البطريق، سمحوا لي. كان فيه بزاف ديال الاحداث، ولكن العقل اللي غيتفكر الكاميرا ونهزها ونبدا نصور لكم ما مع كنت مربجه، وكانوا بزاف ديال ما يدار. وهذا جا ربيع، مشينا انا وياه تغدينا، مشيت شفت البنات، تلاقيت معاهم في فونت بريفي، حيحنا 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 ديال بصح، مع شهينا كاملين شي عراسيه. ان شاء الله جاي واحد ليفينمون زوينه اللي كنوجد ليها. داكشي اختي غادي يكون على حق طريقه، هماوي 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 هماوي، راني كننظمها ان شاء الله. غير دعيو معايا يسهل ربي وييسرها ان شاء الله. وغادي نشارك معكم واحد الحدث ملكي 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 ملكي، غتعيشوه معايا ان شاء الله بتحضيرات وكل شيء. ما بقى والو، غادي يكون هذا الشهر ان شاء الله. بلا ما ندير لكم بزاف ديال السسبنس، ولكن غير دعيو معايا تحضيرات، داكشي غيكون على حقه وطريقه ان شاء الله. يا ربي يا ربي تتمم بخير ونفرح به، حيت فريمون متحمسه متحمسه ليه بزاف بزاف. المهم داكشي باش تفكرتو دابا، حيت تفكرت الشعبي والنشاط والتكشيطه وداكشي، راه صافي غتكونوا فاهمين لي دابا شنو كننظم ان شاء الله. شي حاجه
ملكيه شي حاجه هماويه، يا ربي يا ربي تسهل فيها، حيت الاول مره غادي ننظم شي حدث بحال هكا اللي بغيت نفرح به مع عائلتي مع صحاباتي، واكيد اكيد اكيد حتى نتوما غادي تفرحوا معايا وغادي نشارك معكم كل شيء دو ا زد. المهم جيت غير باش نشارك معكم البنات دي برودوي اللي جبتهم معايا من اكادير، باش نقول لكم فساليت الفونت بريفي ما صورت معكم والو، مشينا شفنا واحد صاحبنا جا من كندا شحال هذا ما شفناه، سلمنا عليه وقفنا معاه واخا وقفه مزروبه حيت كنا مزروبين، كان خاصنا نمشيو نجيبو زياد نشدو الطريق لدارنا لتيزنيت. المهم روينا البارح ولكن الحمد لله داز زوين، فوجت مع البنات في الفونت بريفي. انا غنقلب لكم كاميرا باش نوريكم دي برودوي اللي جبت معايا من اكادير، شي حوايج اللي كنت محتاجاهم من عند واحد السيد كيبيع لي برودوي هكا ديال الشمال ديال التنظيف وهذا. ونعت لكم النيت فين جا، سمحوا لي والله الا طرت من بالي انني نصور لكم عنده، كنت مزروبه مشيت جبت زياد مع كان في الدشيره نزع اكادير غيكونوا عارفين علاش كنهضر انا كنقول لكم لي زاد غير سميات، مشيت جبتو من اكادير من الدشيره وهو النيت كاين في الدشيره، صافي دزت عنده فيت في خديت داكشي اللي خاصني وشدينا الطريق لدويرتنا. يلا نقلب معكم الكاميرا. فوالا بنات ها هما، ما خديتش الصراحه شي حاجه، خديت غير هاد ثلاثه هما اللي كنت محتاجه. السيده البنات مره اخرى نمشي نضرب لكم عنده دويره الا كنت طالعه لتما، جا في الدشيره اللي مخالط تما جهه جامع المحسنين، كتزيدوا شي شويه قدام على جامع المحسنين، هو بوحدو اللي كاين تما كيبيع لي برودوي ديال التنظيف، راه جا اونفاس مع واحد لاغي ديال الطوبيس اونفاس معاه، المحل ديالو راه حاط قدامو هكا مواد التنظيف وداكشي. خديت اول حاجه هو هذا اللي كيعجبني بزاف يكون في الدار وعندو بزاف ديال الاستعمالات، وكان صايب به دي برودوي 100% في ميزون باش كنقي بهم الدار ان شاء الله غنشاركهم معكم. لا فيسيل كنكب فيه شويه منه، عنده بزاف ديال الاستعمالات. انا كنت كناخذ صراحه ديال بيم ورخيص عليه داير 10 دراهم، ولكن المشكله هذاك اللي في بيم ريحته كانت كتمرضني في واحد الريحه شيميك خيبه. هذا لا، هذا شميته اول مره غنستعمله غير باش نقول لكم ها نتوما كيفاش كيجي، تقبتو تقريبا من ناحيه البارح درت فيه شويه من لا فيسيل، ريحته ريحه الخل خل تماما. هذه كدير 15 درهم ديال هاد لا مارك، هذه لا كارتو، هذه ماركه اسبانيونيه. وخديت حبيب الجماهير اللي كلشي كيشكروا هاد اجيرول، هذا البنات راه عنده بزاف ديال الاستعمالات، كتخدموا البقعه ديال الحوايج البقعه ديال السبرديلات لي ماشين هكا البوطه ديالكم، كتخدموا الكنابي السدادري اللي فيهم بقع بزاف، غادي نشارك معكم ان شاء الله من قدام فروتيناتنا الحماسيه كالعاده فاش غادي نولي نخدمو وندير به واحد التنظيف عميق 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 ان شاء الله لواحد البلاصه ضروري خاص هذاك التنظيف، ونشاركو معكم ان شاء الله. وخديت هذه اختي، هذه كتفكرني في العيون، انا هاد اليوم غنولي نقول لكم العيون بزاف حيت توحشتها عرفتوا طاب عليا غير امتى يطلقوا لوطوروت اللي كيصايبوا فيها دابا صايب، وغادي نمشي للعيون ونديكم معايا ونوريكم حبايبي وصحابي اللي باقيين تما، وتحيه كبيره لهم من هنا الا كانوا كيشوفوا هذا الفيديو. اود كولوني هذه اللي خديتها اختاريتها هكا، ها هي ناتشورال كير، ريحتها واعره غنوريكم اش كنخدمها، ما خديتهاش نريح بها انا ولا شي حاجه، يبان لكم راه ديجا خوات شويه كانت هنايا حيت خدمتها البيت نعس الصباح، غنوريكم علاش غنولي نخدمها ان شاء الله في الروتينات الجايه. وصافي نقول لكم اسمين، هذه 15 درهم هذا 30 درهم وهذا 25 درهم على ما اظن، لا 35 درهم، هذه 35 درهم. هذا ما كان بنات، كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، بلا ما نوصيكم حبيباتي لي لايك لي لايك لي لايك باش تشجعوني، انا من بعد ديك الجرا ديال هاد 3 ايام راني من الجمعه وراني في اكادير، من بعد الجرا جري عليا جري عليك صافي دقدقت غادي نمشي دابا ندوش ندير واحد التحميمه، البارح كنت غنديرها قبل ما ننعس باش ننعس مزيان ولكن مابقاش ليا الوقت، غادي نمشي نضربها بواحد بغيت التحميمه، وغادي نقول لكم تهلاو ليا فريزكم كنبغيكم بزاف وكنحماق عليكم، وشكرا على لايكاتكم على تشجيعاتكم على تفاعلكم معايا، كنحماق عليكم يا اغلى متتبعين، تهلاو ليا فريزكم نتلاقاو في فيديو ديال غدا ان شاء الله.
دائما دائما غنولي نحط لكم فيديوهات يوميه، كونوا في الموعد واخا ما يوصلكمش الاشعار. والبنات البنات غنعول عليكم بلي لايك ولي كومونتير، هما اللي كيخليو الفيديو انه يطلع. يعني خليو ليا كومونتير واخا يكون فيه غير قليب غير قليب، ولا اي ايموجي ولا اي حاجه بغيتو تكتبوها ليا، اي اقتراح اي فكره، مرحبا والف مرحبا. لايكاتكم ودعمكم راهو ما كلشي لاي قناه. كنحماق عليكم، فيديو غدا ان شاء الله. السلام عليكم.